بالردوم اللي هبطت عن هذه المناورات مجدية جدا بالنسبة للتسيير اليومي، لأنها تسمح لنا باش نعرف مدى الجاهزية ومدى الاستعداد لكل المصالح التي تندرج في إطار محطة النجدة. نذكر باللي فيه 11 مقياس 11 موديول pour le plan ORSEC، دونك نشوفوا الجاهزية تاع كل الوسائل وكذلك الجاهزية تاع الأفراد اللي يكونوا مسخرين لمثل هذه العمليات. إن مديريه الحماية المدنية لولاية تبسة قامت بإجراء مناورة افتراضية أو محاكاة تمرين افتراضي أو محاكاة افتراضية تتمثل في حدوث فيضانات على مستوى ولاية تبسة. هذا الموضوع لم يتم اختياره بمجرد اختيار. ولاية تبسة كما نعرفوها عندنا مناطق حساسة، عندها مناطق حساسة ومعارضة دائما للفيضانات، وعليه كمدير حماية المدنية لولاية تبسة ارتأيت أن أخطر هذا الموضوع أو هذا التمرين المحاكاة.